مليونير متهم بقتل بواب لأن الأخير بطيء. وقد وجهت تهمة جناية القتل للمليونير الذي دعس بوابه الخاص بسيارته الهامر مبررا فعلته بأن البواب كان بطيئا بفتح الباب. محمد نيشام الذي يعمل في تجارة الدخان والعقارات لقد تباطأ البواب بفتح البوابة له فاستشاط غضبا وأخذ يصدم الرجل المسكين بسيارته، من ثم جلب قضيبا معدنيا وبدأ بضرب الرجل ضربا مبرحا. لقد نقل كي تشاندر أبوست إلى مستشفى وبعد أسبوعان أسلم لجراحه ومات. سبق وأن وجهت الشرطة تهم لنيشام بعد أن سمح لابنه البالغ 9 سنوات بقيادة سيارة الفيراري. فما رأيكم يا أعزائي؟ شاركونا بآراءكم، دام عزكم يا سادة.